الجهات العليا المعنية بخدمة الحج متابعة سير أعمال خدمات الحجاج منذ لحظة الوصول، حيث تستغرق إجراءات تشييك جواز السفر أقل من 30 دقيقة. قمنا الآن بزيارة تفقدية استقبال الحجاج في مدينة الرسول، في ميناء، في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، للتأكد من سير الإجراءات وفقا لما خطط له، سواء بالنسبة لرحلات الحجاج العادية أو رحلات المبادرة طريق مكة. طاقات بشرية شابة تعمل بجوازات المدينة مكونة من الجنسين، مدربة على التقنيات الحديثة التي من شأنها تمنع حدوث الأخطاء وعمليات التزوير، إضافة إلى تعدد الوسائل الحديثة للكشف على معلومات المسافر أو الحاج. الملاحظ أنه يقدم أشخاص بتأشيرات زيارة تجارية، ونحن نعرف أن تأشيرات التجارية زيارة تجارية موقوفة في خلال فترة الحج. بعضهم يخدع من خارج المملكة، وبعضهم يأتي أيضا على شركات وهمية ليس لها وجود. ولذلك نؤكد على حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتأكدوا من صحة المعلومات، صحة التأشيرة قبل أن يستلموها، لأنه لا يمكن قبول الشخص إلا بتأشيرة الحج المعتمدة. مع ازدياد كثافة أعداد الحجاج القادمين إلى المدينة، تستنفر الجهات المعنية كافة كوادرها لخدمة حجاج بيت الله الحرام. التناغم بين القطاعات، سواء كانت إدارة المطار أو وزارة الحج والعمرة أو الصحة أو الجمارك أو الجوازات أو الشرطة أو أمن الدولة، جميعها، أو ما قد النقابة العامة للسيارات، البعثات الحج أيضا لهم دور في تنظيم الحجاج وتسليم مهامهم. حضور قيادي مستمر لحج هذا العام لمتابعة سير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وفق الأنظمة الصادرة من وزارة الداخلية، وأكثر من 230 ألف جواز سفر أنهيت إجراءاتهم من قبل جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي. محمد شيخ، الإخبارية، المدينة المنورة.